إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مشكلات ذهنية فكرية عند كبار السن، ذلك نتيجة لضعف الحواس وضعف الانتباه وعدم القدرة على التركيز، مما يضعف المدركات بالإضافة إلى ضيق الاهتمام وضعف الذاكرة وأيضا تشتتها وسرعة النسيان، مما يعني يجعل الفرد يتمركز بشكل يعني محوري في تفكيره حول شيء ما يبدو يعني مثلا شبيها بالوسوسة أو الهلوسة بشكل عام. وأيضا يجب مراعاة كبار السن إذا تم يعني نسيانهم شيء معين في حياتهم، لا نكون يعني قاسين معهم في هذا الجانب، لأنهم يعني المخ أو الفص المخي ممكن يحصل له ضمور، يعني قصبا عنهم ممكن يكونون في هذا الموقف. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.